كان غلام من اليهود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرته الوفاة، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تولوا أخاكم، يعني جهزوه وكفنوه، لأنه صار مسلماً وختم له بالإسلام، فصار له حكم المسلمين. قال لهم: تولوا أخاكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا دليل على فضل هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى. ما بالكم بكلمة تعدل السماوات والأرض ومن فيهن؟ إنها كلمة عظيمة. وقد جاء في الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي علمني شيئا، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فهي كلمة عظيمة ترجح بالسماوات والأرض وبجميع المخلوقات، فلو جمعت المخلوقات كلها في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا لها من كلمة عظيمة. وجاء في الحديث أن رجلاً يوم القيامة يؤتى به وتعرض عليه 99 سجلاً مليئة بالسيئات، يعني تعرض عليه أعماله مكتوبة في 99 سجلاً كلها مملوءة بالسيئات. فيقول الله جل وعلا له: يا عبدي هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله جل وعلا: بلى إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة، يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أي أنه قالها مخلصاً لله عز وجل موقناً بها ومات على ذلك. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات، كل سجل منها مد البصر وهي 99 سجلاً، فتميل بهن لا إله إلا الله، فيدخل الجنة وتكفر عنه سيئاته وتمحى عنه خطاياه بهذه الكلمة العظيمة. فاتقوا الله عباد الله، فعليكم بالإكثار منها، لكن مع معرفة معناها والعمل بمقتضاها والتقيد بها في جميع أعمالكم وتصرفاتكم، فإن حياة المسلم كلها وكل تصرفاته مبنية على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا يتخذ إلهاً غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، وليست كلمة تقال باللسان فقط. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من هذه الكلمة واعملوا بها لعلكم تكونون من أهلها.